ودائما كنت اقول امثل ايضا في هذا الاستاذ اقول مثلا لماذا يعتص علينا موضوع تحجيب بناتنا ويعني نجابه بعض المشكلات ويعني راينا وابصرنا عشرات الحالات طبعا بالالف لكن عشرات حتى نحن ابصرناها وعيشناها اخت مسيحيه تسلم في الله عز وجل اشهر بسيطه بعضهن في حدثتكم في بضعه ايام يعني اقل من اسبوع اشهر الثاني انتهى كل شيء بس اسبوع بعضهن في اشهر بسيطه يسيره اسابيع تضع الحجاب تتحدى به المجتمع عمتها خالتها الناس اجمعين تدافع عنه بثقه مطلقه وتتخلى عن اشياء كثيره مسيحيه ما الذي حصل هذه وقت تشرب بناها هذه هي تولدت لديها قناعه ان هذا الحجاب خير هذا خير دين ولده انا سعيد سانحاز اليه هذا فرض شرعي يقرب من الله انتهى خلاص سافعل هذا تتحدى العلم ابنتنا لا تقبله لماذا؟ يبدو أننا خسرنا كثيراً في ربطنا بالله تبارك وتعالى في جعل الإنسان ابنتنا تحرص على إيه؟ على مرضات الله تبارك وتعالى صحيح؟ نحن خسرنا لم نفعل هذا في البيت صحيح؟ أو حتى في دوائر أخرى ونأتي الآن في الفترة التي يظهر فيها أو علي علامات البلوغ يا بنيتي الآن وحديث أسماء ضعيف جداً لا بد لكم طبعاً الحجاب فرضية ثابتة لا بد أن تضع الحجاب أنت خير من أمتك إن وضعته تضعه بي؟ لا عجبتني أخت عراقية ما شاء الله في فيلم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنجزه الأخوة في أمريكا عارفون فيلم رائع جدا يستضيف فيه كان على المسلم هذه أخت هذه رائعة جدا ممرضة مشهورة في هناك وزوجها تاجر رجل أعمال بزنسمان عراقي يعني أول مرة أنا أرى هذا النموذج المعجب المشرف وعي ابنته أرادت أن تضعي أن تعتمد الحجاب فوقف كلاهما كالمزهدين في ذلك يقول لماذا الحجاب الآن؟ قالت أريد أحب أن أتحجب الآن يا بنيتي هل تفهمين معنى واستتباعات هذا القرار؟ قالت أفهم قال لا يبدو أنك لا تفهم صعب جدا سوف تعاني في المدرسة تعاني في الشارع وفعلا في معاناة أحيانا يعني يمسك عليها أنا محجب يا كلمة يا أحسن حتى لدي الناس كل في هذا موجود بس حالات نادرة بس بسيطة وتتفاوت الدول بحسب صعود التيار الديني والمفاهيم إلى آخره. قالت أعرف هذا يا منيد هذا قد يعوقك في الدراسة قد يسبب لك أزمة نفسية يزهدانها ثم قالت لأمي يا منيد لعلك تفعلين هذا من أجلي ومن كان محجبة ما شاء الله حجاب كان ممتاز امرأة واعية جدا داعية داعية ممرضة وداعية فيلم محمد فيلم رائع حقيقة فيلم رائع جدا قالت لا يا منيد أنا أضعه من أجلي ومن أجلهم صريح مع نفسك يعني ربما تتلمح أن هي أن هذا يرضي والديها لكن الدرجة الأولى في نفسها هي تحب هذا وأبوها نفس الشيء قال نعم على بركة الله إذا كنت فعلا بهذه القناعة وأنت تريدين هذا وعندك هذا إيه الوعي بالذات وبخيارك وقرارك فعلى بركة الله يعني أنا شعرت فعلا يعني بأنني أحلق مع هذين المربيين الفاضلين الوعين في وعي لا الأب وهو إسلام يبدو ولا الأم وهي محجبة كان حرصهما أكبر على أن تبرز ابنتهما أمام المجتمع المسلم الأقلية هناك في المدينة الأمريكية بصورة ماذا؟ المحجبة لا 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 العين على البنت نفسها أن تؤمن بما إيه؟ بما تشترك من قرارها هذا التصديق وهذا حس المسؤولية يا أخواني أنا أعلم أن كثيرا منا بعيد عن إيه؟ عن التعاطي مع الأمر من هذه السنة ما لا أهتم بها أنا أهتم بس بأشياء أخرى كل هذه بدايات ايه فاشله اذا التربيه قسان رئيسان ايها الاخوه علينا ايش ان نعيد النظر في الموقف منهما ميادين التربيه هذا تعريف التربيه ميادين التربيه ما هي ميادين التربيه يمكن حصرها ايها الاخوه استنادا الى التقسيم الحكمي الشهير الحق والخير والجمال هكذا يقول مباحث الحكمه تنحصر في الحق والخير والجهل فيما مضى من الأعصار والدهور كان يقال إن الذي يتكفل بالوفاء بحق ميدان الحق هو المنطق والفلسفة طبعا الفلسفة كانت أم العلوم سموها أم العلوم كل علوم الفلسفة هذا الحق يعني لو واحد دخل لو سأل طب اليوم الميدان العلمية ساينس العلم نفسه هذا وين يدخل هذا في الحق كل هذا يدخل في الحق
والخير يتكفل به إيه؟